شيرين مراتي قمر ومبسوطة. شفيق أنا مش قادرة أتخانق خالص خالص خالص، لو سمحت كمل لبسك بقى علشان تلحق حاجتك المهمة. الحلو مقموس. أكيد وحشها و... ده حب عنيف شكله، ده بيزيد كمان بعد الجواز. فاكرة اليوم ده يا شيرين؟ فاكرة. المهم أنت تكون فاكر يا روحي. أنا فاكر طبعًا. أنا فاكر، بس يعني أحب إن إحنا نفتكر مع بعض. احكي لي بقى كل دقيقة في اليوم ده عدت إزاي؟ عدت وأنت قاعد ماسك الموبايل بتبعت إيميلات. ما أنا أكيد كنت بعمل كده حبيبي علشان خاطر حياتنا والبزخ اللي إحنا فيه ده، وعشان الشبق الاستهلاكي اللي عندك ده ربنا يزيح عنك. بس يعني ما سبتش الموبايل ولا لحظة؟ أكيد سبت، صح؟ صح. الله أكبر. طب احكي لي بقى، سبت الموبايل وعملنا إيه؟ أنا عايز تفاصيل، أحب الدقيقات. سبت الموبايل ومسكت الآيباد عشان جات لك فيديو كول. سبتني ليلة دخلتي ودخلت كول. دخلت جون؟ إزاي يعني؟ كول؟ أنا عملت كده؟ بص حبيبي، يعني أي زوجين في الدنيا أكيد بيبقى في عندهم بعض المشاكل، مفيش حياة زوجية بتبقى حلوة طول الوقت. طب مفيش حاجة حلوة خالص أنا عملتها في الست سنين اللي فاتوا دول؟ لا عملت. جبت لي الهبابة اللي شغالة برة دي. اه والله شكلها مريبة جدا. وأنا قايلة لك 100 مرة إن أنا مش محتاجة حد يساعدني، بس إزاي لازم تقول لي حرام قطع الأرزاق؟ بجملة يعني هي جت على دي؟ خليني ساكتة. عادي. جيت في رحلتي عشان أتحول إلى هذا الحوت المستدير، أكيد كان ليا أخطائي. ركز في الشغل، شغل شغل شغل، عندي اجتماع لازم أركز. عن إذنك. أنت بتعمل إيه؟ أخد دش. وتاخد دش في أوضتي ليه؟ ما تاخد دش في أوضتك. أوضتك؟ هو كل واحد قاعد في أوضة؟ إيه ده، هو في غلطة في الحجز ولا أنتوا رشين عشان النمل؟ شفيق أنا مش قادرة أتعصب خالص، ماشي؟ تفضل روح اوضتك عشان تلحق حاجتك المهم. لا شيرين، اوضتك دي كتير قوي، اسمعيني يا حبيبتي. اتفضل خد الكول اللي جايه لك دي علشان ما يفوتكش ديل او صفقه كبيره اكيد اهم مني. اتفضل. مش مهم صدقيني والله الحاجات دي. شيري. ايوه يا زفت. جاهز يا بيه؟ يلا الناس دخلوا الميتنج. وجيه انت اللي كلمتني ليله دخلتي، صح؟ اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.